أخي الشغلة بالحساب ولا بالكعاب؟ يعني عدم المؤاخذة، صحيح أنت مددوا لك 8 سنين بصفة مستشار، بس أنا طلعت قبل منك بسنة وسبعة شهور، مزبوط الحكي بحسام ولا مو مزبوط؟ صحيح عم يحكي أبو عدنان، لأني أنا تقاعدت بعدك يا أبو أمجاد بشهرين، ومشان هيك أنا حافظ التاريخ. ويلي بيأكد الموضوع أكتر ولادة بنتي. يا سيدي ولدت بنتي أول يوم طلعت فيه أنا على التقاعد، وهلأ عمر ابنة الله يسلمه سنة وسبعة أشهر بالتمام والكمال، يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها. والله غريب يا جماعة، الأيام عم تركض ركض. إيه والله يا أبو أمجد، الأيام عم تطوي طويل، ونحن قاعدين مكانك تحمدي أو تستريحي. والشاعر بيقول لك دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. طبعاً عمر عم يمضى، هذا قطار ما في مين حدا يوقفه. يعني لا تواخذونا، لحنا عم نكبر وختير، بيني وبينكم صرنا مثل الإرمية. لا ما حذرت عمي، ما حذرت بنوب، الإرمية قال قسماً بالله يا جماعة بحس حالي ابن 20 عم نطوط على الحيطان نطوطة. بيستدوا إنه ما في حدا بيعطيني عمري الحقيقي، يا بيقولوا لي 50 يا شغلة 48 سنة. يعني إيه لأنك متصابي وبتحب تخفف دمك قدام الجنس اللطيف. هلا أنا متصابي أو سمير؟ أنا متصابي. إلا كان معقولة تقول لي إنك حاسس حالك ابن 20؟ أنا ما عم بحكي عن حالي. إيه ما شاء الله علينا كلياتنا ما عم نعطي عمرنا. اسمعوا يا جماعة، امبارح شفت لكم أبو لطفي شرارة، بتصدقوني إني ما عرفته؟ مهرهر على الأخير، لك فيه تجاعيد على وشه وكان عمره 80 سنة يا رجل. وبعدين ويكو ظهره بحكي هيك صاير مثل القرد. كاشش وأصرار ونظره خفان وسمعوا عدمان، ما أنه أبرض في مشايلنا. هو هيك معك حق، لأنه أمنا داعي علينا. الله ليكبركم. طيب هلأ شو بتريدوا من هالكلام كله؟ يعني ضروري ندفن حالنا بالحياة بس لأنه تقاعدنا؟ ليكنا عم ناكل ونشرب ونفرفش ونمرح ونضحك مثل الشباب. هيك هيك سمعنا الكلام الحلو، فهموا للأوادم إنه الحياة لساعتها مفتوحة قدامنا، واللي بعمرنا عم يتجوز مرة ثانية وثالثة ورابعة يا جماعة. شو أبو أمجاد؟ شايف عم تغمى بالحكي، شو النغمة الجديدة طالع لي فيها؟ رجل عم يقول مثلاً، يعني مثلاً. مثلاً بالضحك والأمزاح تشتفي الأرواح. نارا يا حباب. بتعرفوا يا جماعة، امبارح قريت بمجلة المختار المترجمة Selection of Reader's Digest، قال انه عم يصير حالات مرعبة مع الاشخاص اللي بعمرنا، ما بيصدق العقل وما بيقبل المنطق، بس هي عم تصير. يا لطيف، شو الحالات مرعبة هي ولا خوفتنا؟ هو الخبر برعب شوي بس موثوق، لانه مجلة Selection of Reader's Digest موثوقة ومحترمة. ليكون شايف لك فيلم رعب ومفكر حالك أريان جريدة. الله يسامحك، هلأ كل الوقت شايفني خرفان حتى ما عدت فرق بين المجلة وبين الفيلم. ليكو التاني، هات لنشوف يا أبو حسام شو قريت لنا. قال هذا يا سيدي، مجموعة من الأطباء المشهورين بأمريكا اكتشفوا بأنه الإنسان بعمر الشيخوخة لما بيموت بجوز يموت سريرياً، بس مخه بيضل شغال ولو كان ما في نبض، وممكن بأي لحظة يرجع قلبه يدق ويصحى من الغيبوبة. شو الحكي؟ معقول؟ لا، وقال شو؟ أهله بيفكروه ميت، بيغسلوه، بيدفنوه بدون ما يحسوا بالموضوع كله. شو يعني؟ يعني ممكن يصحى وهو جوات القبر ويموت من الخوف والبرد والجوع. أعوذ بالله، أشعرت لنا بدلنا يا رجل. بالله عليكم، مو شي بخوف وبيخلي الواحد ما ينام وهو عم يفكر بآخرته؟ قولي معقولي يرجع يعيش جوات قبره؟ ايه مو خبرية بنوب. فعلا الشغلة صعبة، يعني الواحد بيموت عن جد وبعدين بيرجع قلبه بيدق مرة تانية هو جوات القبر. والله شي بشي بالرأس، كش برا وبعيد، كش برا وبعيد. معقولة الخبرية تكون صحيحة ولا أكل هوا؟ صحيحة، وقال صارت أكثر من مرة هيك عم يقولوا. يا لطيف يا لطيف، إذا كان هذا الشيء صحيح معقول؟ أنا بالأول اندهشت، بس لما تمعنت بالدراسة اللي أجراها أطباء القلب والتوقف المفاجئ والموت السريري أيقنت بأنه هيك حوادث ممكن تحصل. فظاع لهالصورة، فعلا يا جماعة الدنيا ما فيها أمان،
العمى، معقول انا ارجع عيش بقبري؟ شو بصير فيني؟ اكيد رح اجن من البرد والرطوبه وضيق النفس. لا وشو؟ على يميني في ميتين وعلى شمالي في ميتين. كملت معك يا ابو عبد. والله اذا بده يصير فيي هيك الافضل اني اندعس تحت شي سياره او اوقع من شي بنايه عاليه او يطلع علي قطار حتى يتاكدوا اني متت وما عيش مره ثانيه بالقبر ولا اشوف هالشوفات اللي بتفليج. العمى قال عيش بعد ما تكفنت. قال ولي على الشعور اللي رح اشعره. لك طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، شو بكم خفتوا رح تنشلوا؟ الأعمار بيد الله رب العالمين، والروح بإيده بعد اسمه، ويلي كاتبه بده يصير، بقى شو بكم انهميتوا وتكركبتوا، كأنه بدنا نموت بكرة. الحق بإيدنا يا أبو حسام، لأنه كل تفكيرنا صار هني. يا جماعة قلت لكم هالشي ممكن يحصل ببعض الحالات، مو بكل الحالات. وشو عرفك بكون أنا حالي مفعلات هيا؟ وفي جوا تمري وعيش بالبرد والخوف وبعدين موت مخروط تحت التراب ولي على امتي على الحالي عيش ولا غري. ولك واحد ربك يا رجل، واحد ربك. جدة شاي يا ابو فادي. يلا تكرم. هدوا لي حالكم شوي اذا بتريدوا. لا حول ولا قوه الا بالله. انا من بعد ما قريت هالخبر بمجله سلكشن اوف ريدرز دايجست فكرت بطريقة بسيطة كتير حتى تضمن الأمان والسلامة للميت داخل قبره. شو هالطريقة هي؟ طريقة بتمكن أهل الميت ورفقاته من معرفة إذا هالإنسان فاق جوات القبر أو ما فاق. اللي شو هالطريقة يستر عرضك؟ يعني إذا متنا شلون نعرف إنه موتنا حقيقي ولا مزيف؟ اسمعوني منيح. من بكرة كل واحد فينا بيكتب بوصيته إنه لما بيموت لازم واحد من رفقاته يدفن معه بالكفن موبايله الشخصي. يعني كل ميت موبايله معه بالكفن، وبهالصورة إذا كان موته مؤقت بيقدر يتصل برفقاته أو أهله حتى يجوا يحفروا ويطالعوا سالم غانم، وهيك منموت ونحن مرتاحين. بقى شو قلتوا؟ اتفقنا؟ اتفقنا. أبو حسام. إيه باب. أبو حسام تقولي شو شعبالك أطبخ لك اليوم؟ يلي بتريدي ما بتفرق معي. يا الله، يعني لو ما كنت محتارة ما كنت سألتك. طيب شو رأيك تعملي لنا يخنة ملفوف؟ كثير بحبها لهالأكلة، صرنا زمان ما طبخناها. إيه مو تكرم عينك، بس كنت لازم تقلي من مبارح، لأنه اليخنة بدها لف وتحضير من قبل بيوم. معك حق. أصبح عاملين لنا فاصوليا حب عيش خانو كتير طيبة مع المخلل. لك مو على راسي، رح أعمل لك أحلى فاصولية حب ورز مع سلطة هيك مخلل ومع بصلة وزيت ونعناع. شو رأيك هي ستي قليلة؟ كتير حلو. أصبح أعزم حسام ومرته لأنه حسام كتير أنا برد. ألو نعم. أيوة أهلين أبو أمجاد. أهلي. نعم. شو عم تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت توفى؟ من نص ساعة؟ رحمة الله عليه. لا يلا يلا جاي مسافة الطريق. ماشي. وين توفى الله يرحمه؟ ببيته؟ طب يلا يلا جاي. الله معك مع السلامة. خير أبو حسام؟ مين توفى؟ توفى أبو عدنان صديق عمري رحمة الله عليه. لا 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 لا، الله يرحمه. طول بالك أبو حسام، يعني ما حدا بهالدنيا مخلد. الله يديمك ويطول بعمرك ويخليك فوق راسنا إلهي يا حق. رحمة الله على جمالنا. لا إله إلا الله، 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 رحمة الله عليك يا أبو عدنان. سمعونا الفاتحة على روحه. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين.
صحيح صحيح معك حق. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة، من ضمن وصية المرحوم أبو عدنان ألف رحمة وإنه بتنزل عليه إنه نحط له بكفنه الموبايل تبعه مثل ما اتفقنا. فشو قلتوا؟ هي كانت وصية لازم ننفذ الاتفاق. وين الموبايل؟ الموبايل ليكو عمي ليكو. تفضلوا عمي، هي الموبايل فيه رصيد ومشحون على الآخر كمان. شو بيكن لك المرحوم؟ ابن عم الوالد. الله يخلي لك الوالد ويديمه فوق راسكم. عادوا يا اخوان. ماشي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وصبر احبابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حسام اعطينا الموبايل من عندك. تفضل. خذ ناوله يا هو ضل يرضيك تحشروا يا بكفنه. الله معك يا ابو عدنان، سمونا الفازه على روحه روحه من زمانه. الله يرحمنا طيبين بيتي. امين امين. أمجاد، قوم أبو أمجاد، أبو أمجاد. شوفي شوفي يا شوفي، لك ما صدقت أنت، غفيت عيني جاي تفيقيني شبيك. قوم، إجاك رسالة على موبايلك، يمكن من أخوك سامر بخصوص الفيزا من السعودية. رسالة؟ هاتي أشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي يا لطيف، يا لطيف، يا دفع البلاء. ولك شباك ولا رعبتني. شوفي ولك هي رسالة من أبو عدنان. ولك عمي اللي فيه أنا جاي ياخذني، جاي بعد جمعان لأنه اشتاني كتير وما بيطول علي. شو هالحكي؟ لك شلون من أبو عدنان؟ لك ايه من أبو عدنان، ولي على طولي. لك جاي ياخذني يا أبو أمجاد، جاي ياخذني. أبو أمجاد طول بالك، مو كنتوا اليوم كلياتكم بالدفن؟ مو مات اليوم؟ شلون من الرسالة؟ لك مزبوط مزبوط، بس نحن دفعنا موبايله معه بالأمر. لك جاي ياخذني، جاي ياخذني. أبو أمجاد دخي يا ولدي. عظم الله أجركم. شكر الله سعيد. عظم الله أجركم. شكر الله سعيد. عظم الله أجركم. شكر الله سعيد. معقول نكون نحن سبب موته لأبو عدنان الله يرحمه؟ والله ضميري عم يعذبني كتير. ليش لحتى يعذبك؟ ليش نحن شو عملنا عاطل؟ طيب شغل واحد بدي فهمها بس، شلون المرحوم أبو عدنان بيبعت رسالة لأبو أمجاد؟ يعني بيكون صحي من الموت المؤقت، هذا اللي حكيت لنا عنه. لك انا مؤقت هاد مش شغله كلياتها يا ابو سمير، مزحه بمزحه. مزحه ما اختلفنا، بس شلون بعت له رساله؟ لك لما اندفن الموبايل مع ابو عدنان كنت ساحب منه الشريحه السيم يعني، وبالليل بعثت منها رساله لابو امجد. هذا كله ما في الامر. اذا كان هيك مو من حقه ابدا يرتعب كل هالقد ويموت. اصلا ابو امجد كانت اعصابه ضعيف كثير. فعلا، ولو كنت عرفانه ما بيلقى مزح، ما كنت مسحت معه منه. طيب
دخليهم أول بأول حسب الدور. حدي دكتور. أهلا وسهلا. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. أهلا وسهلا. تفضل قلي شو مشكلتك دكتور. أنا اكتفاتي سالتي شوي. لحظة. ألو. أهلين. أهلين أبو طارق. كيفك؟ أهلا وسهلا. نعم. كبراني التلولة؟ قدي صار حجمها يعني؟ دراني؟ ولونها؟ بني محروق. بس ذكرني هي وين كان موضعها؟ بين عيونك. طيب والله هي صار بدها عملية. مو مشكلة. شو رأيك؟ أحجز لك يوم الأربعاء غرفة العمليات؟ جيبي شو؟ هاي الأربعاء، إيه منيح فاضي. إيه خلص. الأربعاء غرفة العمليات، وهي أبو طارق. الساعة 8 الصبح، أحسن تخلص منها على بكير. ماشي يا سيدي. ماشي. وهو كذلك. الله معك، مع السلامة أهلين. وين صرنا؟ ايه دكتور مروان، هلا انا اكتافي سالتي وما في حدا الا ملاحظ هالشيء، وكل واحد بشوفه بيسالني ليش مالها كتاف؟ وبصراحة دكتور مرتي متزاولة من هالموضوع، لأنه كل زواج رفقاتها كتافهم عراض. لحظة، لحظة. ألو؟ أهلين؟ أهلا وسهلا. أهلين مدام صابوني. كيفك؟ شو الأخبار؟ أيوة. ايوه يا مدام صابوني، يا مدام صابوني، صدقيني كراسي الخدود صايره موضه هالايام، ليش بدك تقيميه؟ هداك اليوم اجتني وحده عمرها 40 سنه بدها كراسي خدود، خدودها سالتي قمت نجدت لها، عفوا يعني عملت لها كرسيين خدود بياخذوا العقل، صارت مثل ستات هنود الحمر. طبعا بعد ما عملت لها تعريض فك وزبطتها. لا هذه عمليتهم بسيطه، يعني بتاخذ لها ساعه ساعه وشوي. لا 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 لا, لا ما في لزوم تسافري لبرا. ايه طيب 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 خلص، انت تعي لعندي بكره وجيبي الكتالوج، انت شو بدك بنساوي لك. خلص تكرم عينك، اهلا وسهلا. خلص بنفصل لك الموديل مثل ما بدك. على راسي. أهلين، أهلا وسهلا. أهلين مدام صابوني، أهلا وسهلا. تابع بقى دكتور، بيتكبروا معنا لأنه بصراحة كتير عم بعاني من هالموضوع، وما في غير مرتي كل ما بتعانقني بتقلي إنه حاسة حالي عم بعاني ولد صغير. شوف يا، شو اسم الكريم بالله؟ مصطفى عريضة. مصطفى عريضة، أنا ما في عندي شيء ما بيصير. شو بدك؟ شو بتتخيل؟ هداك اليوم اجاني واحد طويل، طويل كثير، دنماركي، من الدنمارك، بتعرفهم طوال كثير هدول بالدنمارك. اجى لعندي قال بده يقصر رجلي شوي، لأنه صاير حاسس حاله مثل الجمل، عم يهدل هدل لما عم يمشي، هيك دج دج، وبعدين لا عم يرتاح بنومه، لا عم يسع بالبانيو، رجليه بيطلعوا برات التخت، وخايف إنه لما يموت، قال إنه أهله شو ما يلاقوا له تابوت على قده. قمت شو عملت له أنا؟ ببساطة شديدة ها، نشرت له 4 سنتي بالمنشار الطبي من كل رجل. وليكو عين الله عليه، كل يوم الصبح بينزل على الجلاء، بيركض، بيعمل رياضة، وعم يدعي لي، فشو بدك أحسن من هيك؟ كل شيء عندي بصير أنا. لحظة، لا ترد. ألو؟ أهلا وسهلا. شو يا دكتور مروان؟ شو قصتك هالأيام مالك معبرنا؟ أهلين وسهلين، على راسي معلم، شلونك؟ شو أخبارك؟ أهلين أبو فري. احمل حالك تعال عندي فورا. ايه بس انا عندي يعني عندي زباين هلا وما ما بقدر. يلا تعال عندي، مع السلامه. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا بالدكتور مروان، أشطر دكتور تجميل بالبلد كلها. على راسي، على راسي يا مولانا. أهلا وسهلا. شوف يا دكتور،
أنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندي مال وعندي جاه وعندي سلطة وعندي نفوذ، والناس اللي بتساووا لحتى يخدموني مثل الدبان بالصيف. الحمد لله الحمد لله. آخ آخ يا دكتور، بس في شغلة هيك معكر علي كل حياتي. خير خير يا مولانا. من خار يا دكتور، من خار معقدني، ومو من هلأ، من وقت ما كنت صغير. لا والمشكلة كل ما كنت أكبر كان يكبر معي، حتى صار مثل مالك شايف، مثل أنف الكركدن. محشوم يا أبو فريك محشوم. مثل ما عمل لك. ويا من نسوان اتملصوا من حياتي وسهراتي بسببه. إيه لا شو هالحكي هذا؟ حدا بصح له يقعد مع القمر وبيقول لا؟ هلا لا تقعد تبيد علي وطيب بخاطري. لك أخ تعرف أنا راحت علي صفقات بملايين الدولارات. إيه بالملايين. نتفق مع زبون عند التوقيع يطلع بأنفي يبطل. لا حول ولا قوة إلا بالله. مو بس هيك، أنا ثلاث مرات رسبان بانتخابات مجلس الشعب. والسبب شو؟ أنفي، لأني ما عم بقدر نفس الشباب الوسيمين الحلوين تبع أعضاء مجلس الشعب. آخ بلا طول سيري هلا، أنا خايف يروح علي حلم حياتي. حلم شو سيدي أبو فري؟ عم حب يا دكتور، أنا عم حب. لك شو بك عم تبحلق فيني هيك؟ وإذا كنت متجوز يعني؟ ليك يعني القلب لما ببلش خبيط بالصدر ما بيعرف لا متزوج ولا عزابي، مزبوط ولا مو مزبوط؟ مزبوط والله. عم تحكي درار، بس يعني وين المشكلة؟ لك شبك دكتور؟ شو عم نلعب من الصبح؟ عم نقول لك منخاري، يعني معقول حب وانضرب على قلبي وانا ناتح هالمنخار هيك مثل استغفر الله العظيم. عفوا يعني ابو فريك حضرتكم يعني بدك مني زغروا لمنخاركم سيدي؟ والله ما بعرف، انت شو شايف؟ بتزغروا بتكتلموا بتجدعوا سوي اللي بدك اياه فيه، بس يا اخي بدي اياه هيك انف يعني يكون مقبول بشكله وما يعذبني لما بنف. لك يا دكتور انا عم بتعذب كثير لما بنف. عم اسمعك. لك يا صباح الخير، يا صباح البيلسان لاحلى بيلسان بالعالم. ولك كيفك يا نبض قلبي دخيل اللي خلق لي هالصوت. لك يا روح مع مين كنت عم تحكي؟ لا لا يعني قصدي من وين عم تحكي؟ من المسبح. هلا خلصت السباحة. طب ليه ما عزبتيني؟ والله كنا انبسطنا كوميات. اي اكيد كنا انبسطنا كوميات. يلا الايام جاي حياتي. ابو فريك بدي منك خدمة. لك انت بتمري امر يا غزال. مريني شبيكي لبيكي ابو فريكي بيفرق فرق بين ايديكي. لك تقوشني شو مزوق حياتي، بدي منك سيارة مع شوفير، بدي اياها تضل معي اسبوع، مضطرة كتير كتير سافر على حلب. بس لك تكرم عيونك 15 20 اسطول كامل غيره. لك تسلم لي شو كريم وخير، سيارة واحدة بتكفي. بس يعني اذا ما بصير سئلي لازمني مبلغ مصاري، لازم لي كومة غراض من حلب، كومة غراض مضطرة عليهم أبو فريك. المبلغ مو كتير كبير، 250 ألف ليرة حياتي دين. ها وإذا مو دين والله 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 ما ببل أخذهم. راسي من فوق هلأ بيوصلوكي مع الشوفير. حبيبة قلبي يعني أنا إبدا فيني شوفك؟ بدك تشوفني؟ إيه أنا اللي بدي شوفك قريبا جدا. وينك وينك بيلسان؟ هلا لساتك عم تحكي مع هذا المضروب برشوم؟ برشوم؟ أعوذ بالله، إيه قطعت له كرتو من زمان كمان. شو بدي أقول لك؟ جيب لك معي زعتر من حلب؟ أوكي حياتي، باي. باي قلبي باي. باي نبض قلبي. دخيل اللي خلق لي اياكي. شايف يا دكتور؟ شايف؟ عم تتهرب مني. والسبب كله شو؟ هذا المنخال ملقح بخلقتي. ولا يهمك ابو فريك، ولا يهمك معلم. بعملية وحدة ها؟ بعملية وحدة بضبط لك اياها على الآخر. لك يا أخي إن شاء الله بتنصفه بالديناميت، المهم تخلصني منه. لك شوف يا دكتور، لك أحول عيوني على قد ما بتطلع فيه. تكرم عينك.
بس يعني العملية بدها شوية دراسة هيك، بدي أدرس إحداثيات الوش تبع حضرتكم وشوف شو الموديل اللي ممكن يلبق أكتر. بكل الأحوال أنا عندي كتالوج فيه كل موديلات يعني موجودة، بتنقي حضرتك ومنظبطها لعيونك، لا تهكى الهم. بس يعني إذا بتسمح لي بدي هيك أخذ كم صورة لأنف حضرتكم. إيه شو علي؟ خذ راحتك. طلع علي سيدي فيس فيس. ايه واجهنا ايه يلا تفضل. ايوه فعفق شوي لفوق، لا كثير فتح شوي. ايوه هذا آه هو بس نفس. لهنيك لهنيك سيدي هيك. ايوه ايه بروفيل. ايوه هذا آه هو. بعدين هلا هلا بعدين. مالك شايفتيني مشغول بأنفه لأبو فريد؟ بس العيادة مليانة دكتور. ايه معلش مشغول شوي، خليهم يستنوا هلا. حاضر دكتور. الو الو، يعطيك العافية دكتور مروان. نحن ما عرفي قديمة، ما بعرف إذا تذكرتني. أنا برشوم العلي، عرفتني معك؟ ايه نعم سيدي عرفتكم. لا من لا اشتك مبين ما عرفتني. راح اقرب لك اياها اكثر. انا اللي من 6 سنين كتبت فيك تقرير كيدي انك عم تهرب ادويه وحبسوك وغرموك. تذكرتني دكتور نجعه؟ اي نعم نعم. والسبت العام سيدي. يعني الحقيقه انا كنت مأذي شوي، بس الحمد لله الله تاب علي وبطلت هي مصلحة التقارير والإخباريات وهيك شغلات. إيه أنا بالأمر أستاذ برشوم. مور تفضل. بدي إياك تجي لعندي فورا ضروري. السلام عليكم. اهلا 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 دكتور مروان. تفضل. كيف حالك؟ اي خدمة؟ صرفوا يا ابني. حاضر. خير خير مشوار. اهلين دكتور. يعني مثل ما لك شايف الله انعم علي بعد فقر، والحمد لله المال عم يفوت علي كفت. اللهم زيد وبارك. الحمد لله. انا اليوم عندي مزاري، جاج، سيارات، شركات، كله من أكثر والحمد لله. الحمد لله. بس أخ أخ يا حسرتي ما بتكمل مع البني آدم. لأني مثل ما بيقولوا إخواننا المصاري الحلوة ما بيكملش. خير برشوم بي، شو اللي زعجك؟ قلبك قوي ولا خروق؟ قوي على كيفك، أنا بتفرج على أفلام رعب دائما، بلاك سوان امبارح شفته، بس ليش؟ أشوف أشوف يا كرم، شايف الانتين؟ بربك ما ارتعبت منه؟ لا 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 أبدا سيدي. بس كأني شفتك نأزت. لا يعني يعني أشعر بدني مجرد قشعريرة عابرة مو أكتر. آخ آخ يا دكتور، على دنين خربطوا لي حياتي خربطوا. من وقت اللي كنت صغير وأنا بالمدرسة كانوا رفقاتي يضحكوا علي. إي والله طوال الوقت يضحكوا علي، والأساتذة كمان كانوا يشدوني منهم، يعني مطمطوا لي إياهم ونزعوا لي إياهم كمان. بس يعني ما بخفيك إنه كمان خدموني بحياتي. ليش؟ لأني بسمع فيهم كتير منيح، مثل القط البري. يعني إذا بشوف اثنين هيك من بعيد على بعد 2 كيلومتر عم يحكوا، بعرف كل حرف عم يحكوا. يغزل عيب. مشان هيك وقتها وظفوني بالفرقة 999. معلوم. بس يعني هلا ما بخفيك انه عم يخربطوا لي حياتي العاطفية كمان. يعني بيني وبينك انا بحب بنت هيك مثل فلقة القمر سبحان الذي خلقها. ولما سألتها بتحبيني قالت لي ايه بحبك، بس بدك تعصر أدنيك. قال شو؟ مبينين هيك مثل فطيرتين، يعني
أنا أحب على صراحة بيني وبينك. بقى شو رأيك يا دكتور مروان؟ يعني أنا أفكر إنه ما راح ألاقي أحسن من الدكتور مروان النجعة بالبلد، ما هيك؟ ولا يهمك أستاذ برشوم، ولا يهمك. راح أعمل لك عملية تنبسط منها كتير، وراح زبط لك هيك إدنتين ململمين حلوين صغار، يعني يا دوب ينشافوا بالعين المجردة. مو لهالدرجة يخرب بيتك، بدك تعملني حية بلا أدام. لا أنا هو عم بالغ شوي سيدي، بس يعني القصد إنه بيتصغروا، ليش لحتى ما يتصغروا؟ يا سلام عليك، يعني بتنعمل الشغلة ما هيك؟ لأنه العلم تطور دكتور ما. ايه لك هلا صار فينا نركب ان الجره منين ما بدنا، راح اعمل لك عمليه تنسر منها خيرات الله. ايه دخيلك، بس خلينا نعملها اوام قبل ما تطير البنت من ايدي. اهلين يا عمري. لك اهلين يا حياتي. وينك انت؟ انا بلعب التنس، خلصت لعب وعرقت كثير وعم فكر روح اعمل شاور، قصدي دوش يعني. ان شاء الله عرق العافيه ودوش الهنا يا قمري. وينك؟ اجي لعندك هلا، انا مستعد. حطيت قلبي مبوز على ادنيه وكشف شوي. لا شو تجي؟ لا تجي لا تجي حياتي لا تجي، بس بدي منك طلب، بدي تبعث لي سياره مع شوفير، بدي روح لعند رفيقتي اليوم عيد ميلاده. ايه ليش لا؟ تستاهل تستاهل، خصوصي اذا كانت حلوه هيك واموره مثلك. وينك؟ هلا رح ابعث لك هيك ظرف منفوخ بيعجبك، ورح ابعث لك سياره كمان. انت بتامري امر. ثانك يو حياتي. ايه بس ما قلتي لي امتى بدي اشوفك؟ تشوفني؟ طبعا لازم اشوفك يا قلبي، لازم اشوفك طبعا. قريبا قريبا ان شاء الله. بدك شي حياتي؟ يلا باي. ايه باي يا حياتي يا عمري، باي باي. آخ شايف شايف يا دكتور مروان عم تتهرب مني الملعونة. بقى أنا حاطط حياتي وموتي بين إيديك وإيدين بلسان. إيه لكن لك فكرة برشوم بيب، شغلتك محلولة. إيه لازم لازم تكون محلولة، لأنه هي قالت لي قصر أدنيك بتشوفني بين إيديك. ليش تقلن عيان حلو كل هالقد؟ لك والله أنا بحبك. أنا مقصر معك بشي لا سمح الله، يعني اللي بعرفه أنا بتطلب بشي يعني عم بعطيك إياه وزيادة، صح؟ مزبوط. بعدين أنا قلت إنك مقصر؟ أنا ما قلت أبداً إنك مقصر، بس بتعرف شو؟ أنا بهاليومين مشغولة كتير 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 يا أبو فريك، كتير. لك الله يعطيك العافية، بس وحياتك قلبي فرق عليك هيك فرق، وتعطشت الوصال. بقى قلي لي شو اعمل؟ شو اعمل لحتى ارضيكي؟ قلي لي. انت بتعرف شو بدي حياتي، خلاص نسي هذا الانف وحياتي اللي خلقك لتجربتي انت، نسي. تفضلي. شو ها؟ ولك يا نبض قلبي انت، نقي الانف اللي بيعجبك وانا جاهز فورا لحتى اعمله، بس ارضي علينا. شكرا حياتي. الله مساله. الو مدام دريه، انا رأفت المعلم ابو فريك، قاعد مع بيلسان بالكافتيريا هلا. حاضر حاضر معلمتي، حاضر. الله معك.
أنا اللي بدي أقوله أنه صاير قلبك قاسي علينا كتير يا غزال. والله هيك حرام، يعني ما بيجوز من الله، وأكتر ما في عملته حتى أرضي. حياتي والله مشغولة يا برشو، أنت مشغولة، ما عم يصح اللي يشوفك شو أعمل. إيه بس اللي طالبه أنا مو كتير، يعني نص ساعة بالأسبوع بتكفيني، ما بيطلع لنا. لك طبعاً بيطلع لك، إذا أنت ما طلع لك لين بده يطلع لك؟ تتجوزيني؟ هلأ هو أنت طلب مني هذا الطلب قبل هالمرة، وأنا جاوبتك شو بدي. قصدك مشان أدني؟ إيه وحياتك لأعمل لك يا من أحلى من أدنين السنجار. إيه الطب تطور كتير يا رجال، هلا صرت بزرع أدان أحلى من أدان مهند إذا بدك. خدي شو ها؟ نقي الأدنين اللي بيعجبوكي وأنا بساويهم فورا. لك ثانك يو كتير حياتي. حلوين حلوين كتير هدول، شوف جميل. توكلنا على الله. الو مدام فهمية، اخ يا فهمية، شايفة هالاثنين قليلين وجدان؟ بعد ما تحملناهم على عجرنا وبجرهم 30 سنة جايين بدهم يعشقوا ويتنعشقوا. الله لا يوفى هالبي لسان اللي قاضي عقله. لك خبيته شو شيط عليه؟ كان لازم يسموها طي لسان مو بي لسان. لك وهالكلبة عم تضحك عليهم هن الاثنين. طبعا طبعا عم تضحك عليهم وعم تستخبيهم. الله وكيلك يا درية، هذا جوزي برشوف صار صارف على هالسنكوحة قد بقرة جحي. ليش أنا جوزي شو فكرة؟ كمان صار صارف عليها قد مال قارون المقوصة. لك انا اللي عم بغيظ، انا اللي عم بغيظني وحرقصني انهم دايرين وقاتلين حالهم على ما يزبطوا حالهم مشانه، ونحن ولي على قلبي على حالنا مبرلساننا ونحن عم نقول لهم لك زبطوا مناخيركم وادنيكم وما عم يسمعونا. صدقيني يا فهمي حاسه حالي عم اتفلفل فلفله. قال شو هلا جوزي ابو فريك فطن انه منخاره مانه حلو. ايه وانا هيك جوزي الأفندي هلأ حس إنه أدنيه طويلة بعد ما صار عنده عرولات. تعرف إيش عم يخطر لبالك فهمية؟ شو؟ ما لازم يروحوا على هالعيادة ولا يزبطوا حالهم بشي أبداً. إيه إيه؟ وأنا من رأيي، من رأيك 100% هيك هيك لازم يصير. تفضلي صديقي. خير شوفي انت الدكتور بدي اصلح له منخاره لجوزي ام فريك؟ اي نعم انا خير شوفي. وانت اللي بدك تقصر له ادانه لجوزي برشو؟ اي هيك متفق معه. يعني بالمختصر المفيد انت رح تخرب لنا بيتنا وحضرتك قاعد ورا طاولتك ومسترطي. شوف دكتور، هذا الشيء ما بيصير طول ما انا موجوده على سطح الكره. دكتور بدي اسالك لو سمحت، يعني حضرتك اخذت اذن خطي او يا سيدي موافقه شفهيه على اجراء هيك عمليات خرنضعيه منا؟ من مين بدي اخذ الموافقه؟ من مين يعني؟ مني ومن الست فهميه. طيب طيب خلوني افهم بالاول، طولوا بالكم شوي، شو القصه؟ القصه انه بدنا اياهم يضلوا على عيبهم، ما بدها تزبط لهم اشكالهم منوب منوب. ما بيصير، شو هالحكي؟ انا اتفقت معهم، يعني ما بقدر. شوف دكتور، قدامك حلين، يا اما ما بتساوي لهم عمليه منوب، يا اما بتعمل لهم عمليه وبتطالع اياهم مثل السعدين وما رح يفرقوا كثير. فهمت ولا عيد؟ دكتور ما بدنا حدا يتطلع فيهم غير نحن. كمان فهمت ولا كمان عيد؟ نحن مجبورين فيهم، معلش ابهات اولادنا. شو دكتور واضح كلامنا ولا سق ونق واحكي وافتقوا عيد؟ مروان شو القصة؟ أنا قصة شايفتك قاعد بالبيت هاليومين. إيه حابب أخذ إجازة نقاهة. نقاهة شو لا سمح الله؟ لا ما في شيء، بس هيك حاطت بدني شوية تعب. إذا شوية تعب روح طلع على العيادة ولا على المستشفى، سلى شوي. ما في ضرورة، كل شيء ماشي ما في ضرورة.
مروان لتكون عامل لك شي عملة وخايفة تروح تشوف المريض. لك شو عمتك هي عملة؟ أعوذ بالله شو الحكي يا ألو. اي نعم، هون بيت الدكتور مروان النجع. مين بريده؟ ايه لحظة شوي. مروان واحد اسمه ابو فريك بده اياك. ان شاء الله قلت له لينا هون. لك يا حدا بالذات ما بدي احكي معه. ايه ما قلت لي؟ قلت لي ضليت ساحب شو برلي. الو اهلين معلم. شو قصتك يا مزوم؟ صار لي 10 ايام انا والشباب عم دور عليك. وين كنت هربان؟ لا شو هربان ما هربان، بس كنت بسويسرا كان عندنا مؤتمر عن شفط الدهون. اها، وان شاء الله استفدت بهالمؤتمر؟ ايه والله، ايه والله يا معلم استفدنا كثير. منيح، برافو. ليك انا حاسس بانه كرشي هالايام كبراني شوي. معناها بس نخلص موضوعنا الاولاني ونفوت بالثاني. امتى حددت لي موعد العمليه؟ ثلاثة الجاي، مو منيح؟ ايه منيح، منيح كثير. ليك شو بدي اقول لك؟ إذا ما بتطلع لي أنفي مثل هذا أنفه لهذا الممثل ريتشارد جير، ترى ما تلوم إلا حالك. ها؟ إيه خلاص، لعيونك لعيونك معلم، إن شاء الله أحلى حتى كمان. ليك يا مروان، أنا سمعت بدك تعمل عملية لهذا برشوم، صحيح الحكي؟ إيه والله، بدي زبط له أدنية. هيك اتفقت أنا وياه. أدنية؟ إيه قسما بالله إذا بزبط لي إياه هون لزبط لك أبرك. ليش معلم؟ أنا اتفقت أنا وياه هيك. أصبح عمل له أدنية مثل الرغيف والخبز المحروق، مثل قرص العجة، مثل أدنية الفيل. إن شاء الله عم تفهم علي؟ مع السلامة. شو بك مروان؟ ليش تكركبت؟ أنا انكشفت يا مايا، عرفوا مكاني. أنا لازم أهرب، لازم أختفي. شو وراي يا دكتور؟ بده اياك معلمنا برشوم بيك. على راسي شريف. على راسي. نزلي ايديكم تفضلوا نمشي سوا. شرف تفضل. شرف شرف. لا والله لا لا يمكن. شرف متخبي يا دكتور نجا، اشتقنا لك. وانا بالاكثر والله، بس انا ما كنت متخبي، كنت مسافر. مسافر. طيب وانا امتى عمليتي؟ يعني قريبا قريبا جدا، بس عم بدرس الحاله. ولك اخي الشغله بسيطه، قننتين وبدون عطش، هي المساله. شو قنبله نوويه؟ لا لا مو نوويه. شو نوويه؟ خلص الثلاثه الجاي منيح؟ اي منيح. بس وينك؟ إذا ما طالعتني مثل عمر الشريف أقسم بالله لخربط لك وجهتك خربطة تقعد سنين تصلح فيه وما تصلح. فهمت سيدي فهمت. بعدين شو الخبر اللي سمعته؟ أنا خبر؟ قال بدك تعمل له عملية لأبو فريك. إيه يعني على أساس بدي زبط له منخاره شوي. شوف يا مروان، أقسم بالله إذا بتزبط له منخاره لزبط لك آخرتك. ها تعمل له مخاره مثل بيت الجام بيض العجل، ولا لك احسن شيء بتعمله مثل خرطوم الفيل. فهمت ولا فهمك على طريقتي؟ لحظه دكتور، شايفك مستعجل. اي والله مستعجل، بدي سافي. يا الله يخليناك ويطولنا بعمرك، بدي اياك تشوف لي هالوحمه، يا هل ترى بتروح ولا ما بتروح؟ بعدين حبيبي هلا مستعجل، الله يخليك بعد عن طريقك. الله يخلي لي اياك. وين بعد عن طريقك؟ إيه انا ما صدقت انت اشوفك. الله يخلينا اياك، بقى شوف لي هالوحمه، بتروح ولا ما بتروح؟ لك يا حبيبي الدنيا ليل هلا، شلون بدي اشوفها؟ حبيبي جايب لك معي بيل؟ ها؟ وبشعل لك اياه كمان؟ ها؟ تفضل، ها شوف. الله يوفقك دكتور، بتروح ولا ما بتروح؟ شو رأيك؟
شوف يا حبيبي شو صار؟ شو بك؟ اتصل شي ابو فريك او برشوم؟ شو هالاسماء هاي؟ شو عم تخبص حبيبي؟ شو بك؟ الحمد لله طلعت القصة كلها منام منام. قال فريم برشوم شو هالاسماء الكرتونية هي؟ قال انت شايف كابوس وانا شايفة حلم حلو كثير. نيالك شو شايفة؟ شايفة انك حنيت علي بقى وعملت لي الغمازة الثانية هون.